إذن هكذا على بركة الله وتوفيق مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل في كل مكان تتجدد الأشواط في هذه المنافسات التي تقام على أرضية ميدان الدين لسباقات الهجن العربية الأصيلة مع انطلاقات سن الفطامين شوطنا العاشر الخاص للقعدان. نتابع البداية والمركز الأول يبدأ مع شعار بن قرش وبحضور شاهين على المركز الأول. سعيد بن سالم بن خلفان بن قرش الاكتبي على مقدمة الشوط. المركز الثاني هناك القدوم ونلاحظ الوصول مع شاهين مهير بن عوض بن محمد الخاصوني الاكتبي، وثالثا شاهين السهيل بن مبارك بن راشد الاكتبي على موقع ثالث المراكز في هذا التدخل الجميل. وهنا اسماء عديده مشاركه في هذا الانطلاق. نعود الى البدايه الى شاهين مع المركز الاول. سعيد بن سالم بن خلفان بن قرش الاكتبي على مقدمه هذا الشوط، وشاهين اخر يصل على المركز الثاني في هذا الانطلاق لشعار سهيل بن مبارك بن راشد الاكتبي المنطلق على ثاني المراكز في هذه الاندفاع القوية. ولكن العودة إلى الصدارة إلى البداية. إذا تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء إلى مالك شاهين سعيد بن سالم بن خلفان بن قرش الاكتبي المركز الثاني شاهين لمحمد بن عمران بن حمد بن محمد الاكتبي، والمركز الثالث المركز الثالث كان الوصول مع شاهين سهيل بن مبارك بن راشد الاكتبي. والتوقيت الزمني دقيقة 45 ثانية وخمسة وعشرين جزءا من الثانية. التوقيت شاهين